تعالى نقول بسم الله الرحمن الرحيم وركز معايا في الكبسولز بتاعت الكونكت بلس يا محمد. وتعالى النهارده نقول اول كبسول. اول كبسول نمبر 1 بتقول لك كده اهو، الكلمه اللي هي كلنا عارفينها اللي هي اسمها هاف. تمام، كلمه هاف ده اهي ممكن يا اروى تتكتب بالشكل ده صح؟ ايوه. اما كلمه هاز فهي بتتكتب بالشكل ده، وممكن برضو تتعمل زي الابوستروفي اس كانها از. ماشي، طبعا اي حد فيكم عارف ان هاف ده هي كبيره فهتيجي مع الجمع. يعني لو انا قلت كلمه بويز، انت مركز؟ بويز ده هي هتيجي مع هاف ولا هتيجي مع هاز؟ والله يا مستر هي كبيره فهتيجي مع هاف. طيب اما الهاز فهتيجي مع المفرد او السنجلر. ماشي، يعني لو انا قلت بوي هتاخد هاف ولا هتاخد هاز؟ لا يا مستر هتاخد مين؟ هاز. تمام كده؟ احنا متفقين. طيب خلي بالك ان الهاف ده هي كم حرف؟ ادي 1 2 3 4 4 letters صح؟ عشان كده هتاخد 4 subject pronouns I we you they. يبقى تاني يا محمد، لو قلت لك they هتاخد هاف ولا هاز؟ هتقول لي هاف. قلت لك يو هاف ولا هاز؟ هاف. قلت لك I هاف ولا هاز؟ هاف. طيب والهي والشي والات بيحبوا مين؟ هاز. طيب ما تنساش ان كلمه جمع اسمها بلولر، وما تنساش ان المفرد اسمه سنجل. طيب انت دي كده اول معلومه خدتها معايا، يبقى الهاف والهاز. تمام يا مستر، هاف بتيجي مع البلولر وهاز بتيجي مع مين؟ مع السنجل. تعالى ناخد عليها اكسرسايزز كتيره. اول اكسرسايز كده اهو هقول لك تيست يور سيلف في الكوريكت بقى. كوريكت السؤال الاولاني الدكتوره اروى هتحله. لما اجي اقول لك اي هاز ايتن ايس كريم هتبقى have. ايوه هتبقى هاف. السؤال الثاني الدكتور احمد هيحله، علي اند منى هاز درانك تي هناخد مين؟ انا عندي علي ومنى، واحد ولا كتير؟ جمع. يعني الجمع بياخد مين؟ ما تفرضتش على طول، هات محمد. يلا يا محمد، علي بقى لوحده هاف بلايد تنس هتاخد ايه؟ هناخد هاز. يلا يا محمد، لما اجي اقول لك they has planted rice هتاخد ايه يا صاحبي؟ هناخد هاف. تمام، ده كده كانت اول كبسول معايا ما بين هاف وما بين هاز، وعرفنا ان هاف وهاز هنا الاثنين دول يا مستر بيتكونوا بالشكل ده. هاف ممكن اعملها بالشكل ده وهاز ممكن اعملها بالشكل ده. يلا بينا ناخد كبسول جديده وتعالى نشوف هتبقى ازاي.